خلي أروي لكم هالرواية. إجا الحسن والحسين لفاطمة صلى الله عليه وسلم، كل واحد بيده ورقة كاتبين كلمة كلمة جملة جملة. فقال: يا فاطمة، يا أماه، يا فاطمة، أينا أفضل خطا؟ ما تشوفين إخواني، خليني أذكرك، الإمام علي سلام الله عليه رأى 2 أطفال دخلا على الإمام الحسن في المسجد، وكل واحد كاتب كلمة، وقالوا له: يا ابن رسول الله، شوف خطي أنا وأخوي، ياه الأفضل. يقول الإمام علي بس باوع هالشكل الإمام الحسن، نظر فيهما، خاطبه أمير المؤمنين، قال: بني حسن. قال: بلى أبا. قال: إنه حكم والله سائلك عليه يوم القيامة. دير بالك وليدي، ترى مو عبالك السالفة هينة. اليوم احنا حياتنا العادية وضعنا الله نصب عينه اعيننا، ادنى عدالة مع الناس، ادنى عدالة بالبيت. شوف، يصل الحال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان اذا جلس في مجلسه كان يوزع لحظة عينه بالتساوي، ما يباوع الجهة دون جهة أخرى، ما يباوع هذا أكثر من ذاك، حتى عيونه لما يباوع يوزعه بالتساوي بين أصحابه. هذه العدالة. لاحظ، اليوم احنا تنطرح عليك هواي قضايا، شبابنا، أخواني، آبائنا الكرام، تطرح عليك هواي قضايا. شايفين مرات أكو ناس من يما يفتي، من يما، هذا فلان غلطان، فلان مو صحيح، فلان صحيح، فلان مو غلطان، فلان هكذا، من يمك، من دون وجود تحكيم صحيح للموضوع. هكذا أحيانا، هذا الكلام مو صحيح. يجب أن يكون عند الإنسان دقة نظر وملاحظة. كل شيء الله راح يسألك عليه، كل شيء الحركة الله يسألك عليها، كل هاي الهمز واللمز الله يسألك عليه. ما من صغيرة ولا كبيرة إلا في كتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لذلك أعرف أن كل أعمالك ستنشر عليك، كن عادلا في وضع الأمور. فإجوا للزهراء الحسن والحسين لازمين بإيديهم قرطاس، أمه فاطمة شوفينا ياها أفضل خط. ماذا قالت فاطمة؟ قالت: ما كنت لأسبق أمير المؤمنين. عجيب. يأتي الإمام علي، قالت له: يا أبا الحسن، هذه أولادك كل واحد كاتب، شوف أنت منو أفضل خط. فقال أمير المؤمنين: ما كنت لأسبق رسول الله. شقد الموضوع بدأ يتصعد. إجا رسول الله: يا رسول الله، انظر في خط ولديك، أيهما أفضل؟ قال: ما كنت لأسبق ربي. حتى تعرف ماذا يعني أهل البيت، ماذا يعني فاطمة، بالتحديد فاطمة. الآن من الذي سيحكم بين الخطين؟ ها؟ الحاكم الأعلى، جبار السماوات والأرضين. فنزل جبرائيل على رسول الله، قال: يا رسول الله، إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك: حكمت فاطمة فحكمها حكمي. عجيب. يعني لو أن فاطمة حكمت في محضر رجال ونساء غير أمير المؤمنين، غير رسول الله، نقول ميخالف، لكن بوجود رسول الله وبوجود فاطمة والخطاب من جبرائيل: إن الله أمضى حكم فاطمة، شو تقول فاطمة؟ هو حكمي فحكمها حكمي. ماذا يعني ذلك؟ أولا، عدم تصوري أن فاطمة تخالف بأمرها وحكمها حكم الله قط. تصور من مليار واحد من مليار قد تخطئ فاطمة، لا، واحد مما لا نهاية له، لنفرض أنها تخطئ، هل يجوز لله أن يقول حكمها حكمي؟ لأنه في هذا نسبة الشك الواحد من لا حدود للرقم، قد يكون أن فاطمة وقعت في الخطأ ويكون ذلك تغرير من الله باتباع من يخطئ. هذا النص فقط كفيل بعصمتها، لا، مو عصمتها، أعلى من العصمة، أن يكون أمرها
أمر الله. أنا دائما أقول للأخوة هذا الحديث، كلكم سامعينه، إن الله لا يرضى لرضا فاطمة ويغضب. هذا الحديث قارينه أنتم، حافظينه أنتم أخواني، لكن مدققين به. رضا الخالق تابع لرضا المخلوق. وينك ليش؟ رضا الله يتبع رضا من؟ ما المفروض رضا المخلوق يتبع رضا من؟ لكن أن يكون رضا الله هو التابع ورضا فاطمة هو المتبوع، شيء عجيب يعني.